نعم. أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة. توحيد توحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات. أي أنواع التوحيد هذه الثلاثة التي يعني أقر بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي توحيد الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بنوع من أنواع التوحيد الثلاثة؟ نعم نعم، أقروا بتوحيد الربوبية. تخاصم عليه الصلاة والسلام معهم في أي توحيد؟ الألوهية. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم. إذا لو أتى إنسان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إلا عبادة واحدة، مرة واحدة فقط، مرة واحدة في حياته ذبح للقبر ذبابة، قرب ذبابة، أشرك شرك أكبر، وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع العبادات كلها، صح؟ نعم. طيب غيره، الإمام ما هو؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب، عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. هل يصح أن يعتقد دون أن يعمل؟ أبد. طيب يعتقد دون أن يقول بلسانه؟ على هذا من؟ أئمة الكفر وجحدوا باستقالة أنفسهم. طيب غيره. نعم، معنى لا إله إلا الله، لابد في معنى لا إله إلا الله من نفي وإثبات كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية، لا معبود بحق إلا الله. عندنا قاعدة قبل هذا السؤال، اليهود والنصارى كفار أو لا الذين في الزمن الآن؟ من الذي يعرف؟ اللي يقول يهود ونصارى، آخر مرة، اليهود والنصارى يعني لو وجدنا اليوم يهودي على مثل ما كان عليه موسى عليه السلام لما غير حرف، وقالوا عندهم فرقة كذا ما أدري عنها. نعم نعم، أقول على مثل ما عليه موسى عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ها نعم يا أخي. طيب هو اتبع دين موسى مو دين الإسلام؟ دين موسى عليه سؤال. طيب لا تزعل عليه، لا تزعل عليه. هو الاستدلال بهذا قال إسلام موسى مسلم عليه الصلاة والسلام، نبغى دليل خاص على تكفيرها. نعم دليل خاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع به يهودي، قال والذي نفسي بيدي، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق بلا قسم، والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به. إذن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كان مكان. قلنا في معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تكفر بجميع معبد من دون الله منذ مجرد ما بعث عليه الصلاة والسلام، نسخ كل شريعة كانت قبل. نعم، فاليهود والنصارى الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن اليوم بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا، كفار حتى هم كانوا على مثل ما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب غيره. نعم، أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. في العادة نذكر هنا عند إقام الصلاة يعني شيء من الرواتب. من يعرف السنن الرواتب؟ سنن الرواتب، سنن الرواتب يعني مرتبة مع الفرائض، تأتي مع الفرائض. ما هي؟ ماذا نصلي مع الفرائض إخواننا؟ سبحان الله. ها مركز أهل الأثر ما أعرف والله. ها بسم الله، يلا يا شيخ. ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب. هذا جيد، يبدأ بالظهر، لماذا؟ ركعتين قبل الفجر. اصبر يا أخي، أنا معك، يبدأ بالظهر لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فتح الله عليك. نعم، ركعتين بعد المغرب.
قبل الظهر كم ركعة؟ قبل الظهر ركعتين. ما حد يتكلم ركعتين قبل الظهر. ركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد الظهر أو أربع ركعات. إذا حسبنا السنة راتب 10 ركعات تكون هذه ركعتين، وإذا 12 ركعة 4 ركعات. والعصر ليس له سنة راتبة، لكن يصح أن يصلي قبل العصر 4. بعد المغرب. ركعتين بعد المغرب. بعد العشاء. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل المغرب. وركعتين قبل الفجر. طيب، هذه السنة الرواتب. ركعتي الفجر لها مميزات عن بقية الرواتب. مميزات، مو مميزة، مميزات. بسم الله تذكر 5 إن شاء الله لي أو 4. واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر. طيب الثاني، سبحان الله. في الأجر وفي الفضل أفضل، جاء في فضلها ما لم يرد في هذه الأكثر، يعني في الفضل قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقولون لك بنعطيك أموال الدنيا كلها، هذه ركعتين أفضل من هذا، لا تتركها أبدا، خير من الدنيا وما فيها. بعده سبحان الله. أخوانا ما يصلح العلم هذا، واحد يذكر لي فائدة واحد يذكر. نعم أنها تفضل وهذاك تفضل حتى الثاني تقضي، ما في فرق، بس هذا اثنين لها قراءة خاصة. قل يا الكافرون، قل هو الله أحد، صحيح، تخفف دون الإخلال بالصلاة أو عدم اتيان بالأركان. نعم، وثبت هذا الأمر الخامس، ثبت فيها أن فيها اضطجاع، لكن في البيت اضطجاع على الشق الأيمن، لكن هذا في بيته وهذا عن بقية السنورات. طيب ما علينا، يبقى معنا الكلام عن الوتر. من يعرف؟ اخوانا اللي يعرف يرفع اصبعه، ما نريد احد يتكلم. كم عدد ركعات الوتر؟ اقل الوتر كم؟ بسم الله اصبر. نعم ركعه خطا، اللي يقول ركعه خطا، في احد عنده غير ركعه؟ نعم ثلاث ركعات، هذا اقل الكمال. أقل ماذا؟ أقل الكمال، هكذا يقول العلماء، يعبر العلماء، يقولوا أقل الكمال 3 ركعات. نعم، وأقل الأقل ركعة. قال الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، قال من ترك الوتر، أقل الأقل ركعة، من ترك الوتر أي ركعة وهو يقدر عليه، أقول ما يقدر على ركعة، فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، مفهوم؟ نعم. نعم، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في سفر. طيب ما أسمع شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخوي أجيب لي عصا. طيب يبقى إلى العصر الساعة المغرب الساعة كم؟ والساعة كم الآن؟ أذن 7:30. يبقى معنا فقط ما يتعلق بشرح أركان الإيمان، ما يتعلق بشرح أركان الإيمان. الإيمان له أركان 6. أن تؤمن بالله، كيف تكون مؤمن بالله؟ تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. ما أدلة إجمالا على وجود الله؟ أدلة إجمالية على وجود الله 4: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل والحس والفطرة والشرع 4 أدلة إجمالا. العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل ويرى هذا الانتظام البديع في الكون ولا يثبت أن للعالم خالق واحد مدبر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الأول، العقل. الحس تكون في كرب وشدة، ترفع يديك إلى السماء تدعو تجدها تنفرج، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء سحابة،
دعا اللهم أغثنا، لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا ولحيته عليه الصلاة والسلام تقطر ماء. دليل حسي، قام الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار يدعون، وكل واحد يدعو يرى أمامه الصخرة تنفرج، هذا دليل محسوس ترى. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الرابع الشرع، وهذا كثير، بل ابن القيم رحمه الله يقول لا تخلو منه آية، آية التوحيد، لا يوجد آية في القرآن وليس فيها توحيد حتى صاد كلام الله توحيد. نعم، طيب، هذا إذن الإيمان بالله، تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بوجود الله، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، كيف تكون مؤمن بالملائكة؟ تؤمن أنهم عالم غيبي، يعلمون الغيب؟ لا، عالم غيبي لا نراهم، ما أحد يعلم الغيب إلا الله، من ادعى خلاف هذا فهو كافر كفر أكبر. عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، أرواح وأجساد وعقول وقلوب، أرواح روح القدس وأجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، عقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا القلوب، قالوا ماذا قال ربكم، يسألون ويجيبون، هذا دليل لهم عقول. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام إجمالا، وبما علمنا الله من أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأعمالهم، جبريل مثلا موكل بالوحي، وملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم. الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله منزل لا مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله من أسمائه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ قبض الروح وصعودا بها للسماء، عودتهم بها للجسد، يسمع قرع نعالهم، سؤال الملكين عن أصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث والنشور، والجزاء والصراط والجنة والنار، والشفاعة، ورؤية المؤمنين لربهم حق سبحانه وتعالى، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. وارتاح. السادس الأخير، الإيمان بالقضاء القدر، له مراتب أربعة تضبطها لابد: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو جاد وتكوينه. علم وكتابة ومشيئة وخلق، هذه يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة، أمر الله القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. المشيئة، هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله مثل مخلوق تابع له، والله خلقكم وما تعملون، الله خلق كل شيء. طيب، أنا أترك لكم فرصة الآن تراجعوا ما أخذنا، خمس دقائق تجتمعوا الآن تكتبوا، ثم بعد المغرب إن شاء الله تعالى عندنا اختبار فيما أخذنا، وأسألكم عن شروط الصلاة ونضيف عليها أركان الصلاة. أركان الصلاة ما تحتاج لحفظ، كل واحد منكم يصلي صح؟ نعم. ماذا تصنع في الصلاة؟ قال القيام على القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، كذا، خلاص؟ طيب، نعم، فبعد المغرب إن شاء الله. أي أنا ما أريد أن أشق عليهم، وإياكم. في غير شيء؟ ها؟ الحمد لله، سبحانك اللهم.